دائما عندي أمل. أيه. بالنهاية بس هي تبقى مؤشرات ويعني معطيات، يعني نشوف المؤشرات والمعطيات والسياسية يعني ما تبشر بهذا الأمر، ما تبشر بهذا التفاؤل. المعطيات السياسية تتغير في ثواني، فالكل ناطر شنو اللي راح يطلع من هالانتخابات كمخرجات مجلس 20 مخرجات الانتخابات، وبعدها راح يبين كثير من الأمور. نعم، خلنا نتكلم يعني عمر عن أسباب نزولك لهذه الانتخابات بعد انقطاع. ليش حبيت أنك تخوض هذه التجربة، يعني خصوصا أنك انقطعت عن المشاركة في الانتخابات، شنو السبب؟ أنا يمكن بعد 2020 طلعت برا، رحت درست، خذت ماجستير ثاني ورجعت الكويت وبدأت أعمل العمل الاجتماعي. اليوم البلد وصلت لمرحلة للأسف أنها قاعد تحتضر، والأسف الأكبر أنها ما لها ناعي، وإحنا لا يمكن أن نرى بلدنا في هذه الحالة طالما أننا تعبنا على روحنا، وهناك كثير من المرشحين إن شاء الله يكونوا ممتازين. نبي نبني هذا البلد، نبي نصد، نبي نوضح للناس الحقائق. بالنهاية المجلس الماضي لما وصل نوعا ما مرحلة استقرار شفنا كثير من القوانين تم التصويت عليها. يمكن ب 2016 أو 17 قدم تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وتبنوا بعض النواب بعدي. مثل شنو التغيير التعديلات؟ أول شيء وأهم تعديل أن يكون هناك جدول زمني لسير القانون المقدم، الاقتراح بقانون المقدم. في الماضي ما لها جدول زمني، فالقوانين اللي ما يبونها نعم تكون حبيسة الأدراج. اللجنة التشريعية المفروض هذه اللجنة اللي تطلع القوانين كانت مقبرة للقوانين اللي ما يبونها. نعم، والآن صار التعديل عليها، صار التعديل، والآن من خلال اللجان يعني تذهب إلى جدول الأعمال مباشرة. طبعًا طبعًا. يعني في هذا الموضوع، بس أنت قلت كلمة أنا ما ودي أتجاوزها عمر، قلت أن البلد تحتضر، ما تعتقد أنها كلمة كبيرة؟ يعني لهذه الدرجة وصلنا بهذا السوء في البلد؟ أنت شفت شيء تعدل في السنوات الماضية؟ أنا أسألك ما تجاوبك. لا، أنت مواطن وأنت عايش بالكويت. نعم، نبي نتكلم عن الأمور البسيطة كأمور الشوارع اللي مراضية تعدل، واللي قاعد تضيق على الأسر الكويتية بتعديل التواير والجامات. واللي تبي نتكلم عن الاقتصاد، صادق منهار، وأنا ما أتكلم من ناحية مادية، أنا أتكلم كإدارة اقتصاد. نتكلم عن قطاع خاص وإحنا لا نملك قطاع خاص حقيقي. نتكلم عن رياضة، وين الرياضة؟ الأبطال الحقيقيين اللي قاعد يروحون برا على حسابهم ويرجعون ويقابلون الحكومة بتجاهل. هل هذه حياة؟ تبي نتكلم عن التعليم والانهيار التعليمي ولا عن الصحة؟ شو نتكلم عنه؟ نعم الدولة قاعدة تحتضر، ليش نجامل؟ فعلا بهذه الدرجة؟ نعم نعم.